ريال. صباح الخير يا سيدة. مشان الله سامحيني مالي رايقة. بالله شو؟ وش معنى بس بوسينة اللي بدها تسامحك؟ كلياتنا هون قدامك وانا مالنا قد المقام؟ اول شي لما بتحاكيني بتقومي تفزي على حالك. ها بالفعل فعلج لا تعالج. يلا كل وحده على شغلها. اطمني ست ابتكار، انت قد المقام. قولي لي حبيبتي شو بدك يانا نعمل لحتى نعمل؟ والله لما بدي اعمل شي براسي ما بنطر حدا. ايه مثل ما بدك. ايه طبعا مثل ما بدي لك مثل ما بدك. اخوكي رجع رفض؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انه نحن لإمتى بدنا نضلنا محكومين بانه الرجال يقرروا حياتنا؟ والله ما بعرف يا ابو سينا، ما بعرف شو بدي اقول. انت لازم تحاكي لاخوك، لازم تفهمي، قولي له انه انت اللي بدك تتجوزي مو هو. بركي بغير رايه. ان شاء الله ان شاء الله بحاول. الله يستر قلبك وخاطرك يا رب. بدي اياكي تعذريني، انا طالعه. بدك شيء؟ وين رايحه يا ابو سينا؟ مشان الله ديري بالك على حالك، مو ناقصنا مصايب. لا تاكلي همي، عمر الشقي بقي. الله يحميك ويحفظك. يلا بخاطرك. الله معك.